كثير مرات انا احمل باي بالرحلات احمل كاميرتين كثير مرات ياخذ الكاميرا مني في جايب لك انا صوره هون وهو بصور بالاميره ايمان كنا في منطقه برا كان بصور فيها وانا صورته وهو بصور بكاميرتي كان دائما يصور حتى يعني حتى مره بالجريده مره كتب واحد قال انه زهراب بعدسه الحسين والحسين بعدسه زهراب يعني قبل يومين واحد صديقي اللي بعت لي اياها انا ناسيها زمان مكتوبه هاي دمعت عليها وهو مصور جيد طبعا مصور جيد مره قال لي اخي اعطيني الكاميرا بدي اصورك اعطيته الكاميرا صورني اخذت الصوره هاي مشان يضلوا تاريخ وديته للجوازات مشان شو اسمه يحطوها على الجواز السفر قال لي يا اخي هذه الصوره ما بنحط لانه مش صوره استوديو قلت له حتى لو مصورها الملك حسين قال لا اذا مصورها الملك حسين بنحطها حطوها على